السلام عليكم. متتبعي قناة حلويات أم هدى، وصفة اليوم هي حلوى بثلاث مكونات، سهلة وسريعة التحضير في متناول الجميع كذلك. فإذا عجبتكم وصفتنا نتاع اليوم، ما تنساوش الإعجاب للفيديو والاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم الجديد دائما مع المقادير وطريقة التحضير وفرجة ممتعة. بسم الله، نبداو على بركة الله في تحضير هذه الوصفة. عندنا كمقادير لهذه الوصفة، عندنا كمقادير كأسين من جوز الهند يكون مطحون، كأسين يكونوا ممتلئين جيدا وطحنوه، أي 154 غرام طحنوه جيدا. عندنا قليل من جوز الهند اللي ما غاديش طحنوه للتزيين كذلك. هنايا كأس من الحليب بودرة 64 غرام، كأس يكون بهذا الشكل هذا، حليب مركز والمحلى على حسب الخليط اللي عندنا هنايا، الملح اللي غادي نستعملو منه رشة، هنا النوازيت وكيبقى اختياري لكم، وهنايا هاد الكويرطات للتزيين. أول حاجة كناخدو الإناء اللي غادي نخلطو فيه ديال جوز الهند، كنضيف ليه كأس من بودرة الحليب المجفف، رشة ملح، هنايا ما ذكرتش لكم ملعقة كبيرة ممتلئة جيدا من نشا الذرة، وغادي نبدا نخلط. ثم كتخلطوا وكتشوفوا في الاخير غادي نقول لكم شحال خداليا تاع الحليب المجفف. غادي نخلط بيدي باش كتعرفوا القوام ديالو. هنا القوام ديالو كيكون كيلتصق في اليد، فلذلك غادي ندخلوه للثلاجة حتى كيشد راسو مزيان، تيتشرب معايا ديك الكوك مع حليب البودرة. كتلقاوه بدا كينشف وكيتجمع لكم باش يسهل عليكم في العملية نتاع الحشو نتاعو. الان غادي ندخلها للثلاجة لمدة 10 دقائق حتى 15 دقيقة، حتى كتشوفوه انه ما بقاش كيلتصق في اليد وكيسهل عليا انني نكوره. هنايا بعد ما جبتو من الثلاجه، هانتوما القوام ديالو قاصح وهكا كيسهل علينا اننا نخدمو به. الان غادي ناخد كره بهذا الشكل هذا، نشكلوها شكل دائري، حاولوا تخدموا بسرعه. كنوضع واحد الحفره صغيره، كناخذ النوازيت نتاعي، كلكم تاخذوا اللوز او اللي متوفر عندكم او تكتفيوا به بهذه الطريقه هذه بدون لوز او نوازيت. الان غادي نحربلها بهذا الشكل هذا، هانتوما شكلها كيجي رائع والمذاق هائل. كناخد واحد الكاغيط بهذه الطريقه هذه، وهذا هو شكلها، كيجي هائل. غادي نستمر بنفس الطريقه، غادي نستمر بنفس الطريقه حتى غادي نكمل الكيمياء كامله اللي عندي ونرجع معكم. وكان هذا هو الشكل النهائي، حلوة بثلاث مكونات، كتجي فعلا رائعة، كتستحق التجربة وسهلة التحضير في متناول الجميع كذلك. فإذا عجبتكم وصفتنا تاع اليوم، ما تنسوش الإعجاب للفيديو والاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس دائما باش يوصلكم الجديد. تلقوا في وصفات أخرى إن شاء الله، والسلام عليكم.